السلام عليكم. بالنسبة للطلبة اللي عندها مشكلة وكل شوية تبعت لي تقول لي يا مس الفيزياء عاملة لي مشكلة كبيرة، احنا دلوقتي في الفترة دي محتاجين تركيز مش محتاجين تشتت، فممكن انت تعمل تذاكر جزء من الكتاب ده وجزء من الكتاب ده وفي الاخر تلاقي نفسك ضيعت وقت، بس الوقت ده ما انجزتش بيه حاجة. فتعالى هقولك على نصيحة ممتازة جدا، لو انت مستواك متوسط او تحت المتوسط او ضايع هتنفعك النصيحة دي كويس قوي. النصيحة دي ان هقول لك على مذكرة، المذكرة دي قدرت تلم الدنيا مع زمايلك السنة اللي فاتت ورفعت درجتهم والدرجة بتاعتهم في الامتحان الفيزياء بنسبة كبيرة. دي كانت عبارة عن مراجعات نيوتن اللي كانت نزلت اخر السنة، بتنزل كل سنة بس في الاخر قرب الامتحانات، دي بتبقى عبارة عن مراجعات. بس عجبتني قوي مراجعات نيوتن لانها تعتبر لمة المنهج. تعالى كده ما افرلك الورق وتشوف قد ايه ممكن تستفاد منها وتركز شغلك من غير ما تشتت نفسك في الفترة دي، بحيث ان انت تقدر بوقت قليل تحقق خطوات صحيحة. تعالوا كده نشوف محتواها عبارة عن ايه. بصوا كده، الفصل الأول بادئ من أول كلمة في المنهج، بادئ من أول التيار الاتجاه التقليدي والاتجاه الفعلي، عملها لك في صورة فكرة صغيرة وبعدين تطبيق على الفكرة، إزاي تحل السؤال ده، وبعد كده الفكرة رقم 2، الفكرة رقم 3، فهو لمم لك المنهج. وبعدين نوعية الأسئلة هي مستوى الامتحانات، يعني مفيش سؤال إلا ما يكون في مستوى الامتحان، وكل الأفكار عندك أهي وعليها تطبيق عليها، فهي تعتبر شاملة المنهج تماما، الثمان فصول والأسئلة بتاعتها متنوعة كلها، يا إما تجريبي 2023، تجريبي 2023، أو امتحانات مصر أو امتحانات الأزهر يعني. وبعدين بقى الجميل ان في اخر كل فصل، تعالوا كده نشوف، في حاجه اسمها الرسم البياني، لمملك الرسوم البيانيه اللي على كل فصل لوحده. وانا شفت كتير من الطلبه بتشتكي من الرسم البياني، فيروح هو مجمع لك الرسوم البيانيه، وتخيل الرسوم البيانيه اللي مجمعها دي، بص كده، من قلب امتحانات، لان في الامتحان اخر السنه على الاقل هيجي لك 3 4 رسوم بيانيه. فانت عندك هنا اسئله دي كده خالصة على الرسم البياني بالنسبة للفصل الأول. الفصل الثاني هيكون برضو الفكرة والأسئلة اللي على الفكرة، دي كده أفكار الفصل الثاني، بحيث ان انت منك بتحل ومنك بتسمع الشرح. وادي الرسم البياني على الفصل الثاني، حاجة يعني بصراحة ما شفتش مراجعة منسقة بالشكل ده، يعني هنا مجمعين الرسم البياني اللي على الفصل الثاني، مش رسمتين ثلاثة، ادي صفحة، ادي الصفحة الثانية على الرسوم البيانية اللي في الفصل الثاني، وادي الصفحة الثالثة رسم بياني كل الرسوم البيانية، وادي الصفحة الرابعة تخيل، وادي الصفحة الخامسة، كل الفصول بالشكل ده، عبارة عن تجميع الأسئلة والمسائل وبعدين الرسوم البيانية في آخر الفصل. طبعا المذكرة دي أنا كنت حليتها السنة اللي فاتت بس محتوى خاص، وهي موجودة في جروب اللي هي الأربع فصول كهربية اللي هم حوالي 36 فيديو، كنت أنا عاملة 36 فيديو كفيديوهات خاصة بالكهربية اللي هم أربع فصول، مدة ساعات الفيديو حوالي 23 ساعة، لما فيهم الكهربية ولما طلبوا يحلوا مع الشرح بعت لهم قائمة حل الورق دوت مراجعة نيوتن. وبعدين بقى الجميل في الورق ده الحل تفصيلي، يعني الحل اختيارات وكل اختيار ايه سببه، يعني شرح للاختيارات، حل تفصيلي، يعني مش هتضيع فيها وقت، حتى لما تلاقي سؤال مش عارف تحله هتلاقي طريقة الحل تفصيلية. شوف ده كله حلول تفصيلية، فأنا شايفة ان دي افضل حاجة لو انت واقع الوقت ما عادش سامح،
ان انت تقول لي احل الوسام واحل النيوتن واحل الوفي، حاليا صعب. انا بحاول ان انا اوفر لك المحتوى اللي انت تركز فيه شغلك بحيث انه يناسب الناس على حسب كل واحد على حسب مستواه. مفيش طريقه هتنفع طالب وتنفع الجميع، ممكن تنفع طالب معين وما تنفعش، ما تمشيش مع طالب تاني. يعني المذكره دي مش هيحتاجها الطالب المتفوق، هيحتاجها الطالب اللي هو متوسط الناسي اللي عايز يفتكر وعايز يلم الدنيا بسرعه، هتنفعه المذكره دي كويس قوي بتاعت ليالي الامتحان. طيب بالنسبه للطالب اللي هو متفوق وعمال يدور امتحانات شامله مس اسئله، هو انا دلوقتي بعمل لكم امتحانات، الامتحانات دي اسئلتها مميزه جدا. بختار الاسئله اللي لو اتشرحت توصل لك معلومه ممكن تكون المعلومه دي عندك بس مغلوطه، بس لما تيجي انت تشوف الامتحان وتشوف الشرح تلاقي نفسك ازاي انا كنت فاكر دي كده، لا دي انا كنت فاكرها غلط. فانا بحاول ان انا الاقي اسئله الامتحان بعنايه جديده بحيث ان انا من خلال الاسئله دي اقدر اعلمك حاجه مهمه والفت نظرك للتغفيلات اللي بتحصل في بعض المسائل وازاي تقرا السؤال صح وتجاوب على الاسئله بمنطقيه افضل. وبالتالي الامتحانات اللي انا عاملاها امتحانات على الفصول، يعني مثلا في امتحان على الفصل الاول والثاني والثالث، في امتحان ثاني على الفصل الاول والثاني والثالث، في على الاول والثاني والثالث والرابع، في امتحان كمان شويه هيبقى على الفصل الخامس والسادس والسابع والثاني. قيمه الامتحان حوالي 10 جنيه اشتراك و10 جنيه ده اونلاين. الامتحان بيكون حوالي 33 سؤال. لو انت امتحنت في الوقت اللي احنا بنحدده بتصحح درجتك وتعرف اخطائك. لو انت ما داخل الجروب بس مجرد ان انت تبقى معاك حصيله او محتوى تقدر من خلاله تتعلم مهارات اكتر، ففي الحاله دي انت بتنتظر فيديو الحل. فيديو الحل بيكون برضو حل تفصيلي، يعني هيبقى على الجروب ورق الامتحانات بي دي اف وفيديو الحل. بالنسبه للامتحانات اللي احنا عملناها حوالي 13 امتحان، في منهم امتحانات على الفصول وفي امتحانات شامله، في من كتاب الوافي، في من كتاب الوسام، امتحانات متنوعه. وبرده حتى الامتحان الشامل بنفس قيمه الامتحان العادي اللي هو اشتراكه 10 جنيه. فاللي عايز يشترك في الامتحان يتواصل معايا من خلال التليجرام على 012-275-33781. بالنسبه بقى للحلول اللي قدامك، يعني حاجات كتير ومصادر كتير بس الوقت مش هيسمح لك بكل ده، فنحاول ان احنا نستغل الورق ده. فممكن حد يقول طب ما استنى السنه دي ما تنزل مراجعه جديده. طيب ما هي بتنزل في فتره محدده، بتنزل في ايام الامتحانات في الليالي الاخيره. بص كده مكتوب ايه، مراجعه الايام الاخيره. فالايام الاخيره دي احنا عايزين نملك وقتنا ونراجعها بدري بحيث ان لو نزلت مراجعه ثانيه برضو نطلع عليها، يبقى اسمك راجعت على المنهج اكتر من مره. يبقى انا شايفه ان في فعلا طلبه اتحسن مستواهم من خلال المذكره دي. دي كان حاصل قدام عينيا، يعني ده انا شفته وكنت شاهد عليه. فانا دلوقتي بقول لك على المصدر ده بناء عن الاسئله كتير اتبعتت لي على الخاص نعمل ايه في الفيزياء. اتمنى للجميع التوفيق واستودعكم الله.